السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني وعشاق النحل في العالم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم اليوم الأربعاء 15 من شهر فبراير شباط 2022 قبل صلاة الظهر. اليوم أخواني الأفاضل فتحنا نكشف على النحل، نشوف كيف وضع النحل بعد الثلج بعد البرد بعد الأمور هاي كلها، نتأكد نطمئن. الحمد لله كما ترون ما شاء الله الوضع جيد والنحل موجود وكثافته ممتازة جدا والأمور يعني تكاد تكون مطمئنة للغاية، ما في أي إشكالية أبدا إن شاء الله تعالى والأمور تمر على خير. يعني حتى موضوع الحضنة مازال موجود في حضنة. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي قرص، هاي حضنة، هاي أمور النحل طيبة الحمد لله. يعني الحمد لله مرت الشتوية على خير، نستعد إن شاء الله، والنحل الآن هو يستعد للانطلاقة الربيعية. إن شاء الله تكون انطلاقة خير على الجميع إن شاء الله تعالى، وعلى كل مناحل الإخوة في الوطن العربي الحبيب. دوما احنا نتمنى لكم النحل القوي والانتاج الوفير ان شاء الله تعالى. وايضا نقول لاخواننا الذين حدث لديهم فقد في الطوائف، لا تيأس ولا تزعل ولا اي شيء، عادي جدا. حتى لو كان عندك الفقد نسبة 70% 80% ما تفكر باي شيء مطلقا، يعني ربك ييسر الامور، توكل على الله وتعيد منحلك كما كان. حتى لو كان المتبقي عندك 20% أو 30% ما في أي إشكالية أبدا بالنسبة لموضوع النحل. تأتي الانطلاقة الربيعية وهي نحن بدأنا فيها إن شاء الله على أبوابها، ويبدأ النحل يتكاثر وتعيد أمورك، من 10 خلايا تسوي 100 خلية، من 20 خلية تسوي 200 خلية، لا تيأس. لكن المهم عليك بالإدارة العلمية المعرفية الصحيحة وتجنب التدخلات الجائرة في حق تربية النحل، سواء كانت فيما يخص المسكن أو فيما يخص التغذية، لأن هذه أساس في تربية النحل، المسكن والتغذية والإدارة العلمية الصحيحة. والإدارة العلمية هي التي تتتبع المراعي ويكون لديها مدونات مناخية مدونات رحيقية على طوال السنة. وبالتالي إخواننا